بينما تحطمت آمال روسيا في سباق العودة للقمر، مهمة الهند تمت بنجاح. مركبة الفضاء الهندية شاندريان 3 هبطت بسلام بالقرب من القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، حيث يعتقد أن هذا الجزء مصدر محتمل للمياه والأكسجين. المهمة هي المحاولة الثانية للهند للهبوط على سطح القمر بعد أن نجحت مهمة شاندريان 2 عام 2019 في وضع مركبة في المدار قبل تحطم المركبة الرئيسية. وبلغت كلفة المهمة الهندية 74 مليون و600 ألف دولار، وهي تكلفة أقل بكثير مقارنة مع مهمات دول أخرى، حيث تبقى ميزانية البرنامج الفضائي الهندي متواضعة بالرغم من أنها زادت بشكل ملحوظ منذ المحاولة الأولى لوضع مسبار في مدار القمر عام 2008. نجاح الهند في الهبوط على سطح القمر سيؤدي إلى بزوغها كقوة في عالم الفضاء لتنضم إلى ثلاث دول فقط سبقتها إلى هذا الإنجاز، المتمثل بإنزال مركبات غير مأهولة على سطح القمر بنجاح، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين. كما تعد الهند أول بلد آسيوي يضع قمرا صناعيا في مدار المريخ في مارس الماضي.